مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من حلقات التاريخ المغربي الموري القديم على قناتكم التاريخية بامتياز قناة مملكة التاريخ المغربي. الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم غادي يكون تحت عنوان هل المرابطون مغاربة أم موريطانيون؟ باش أننا نسدو هذا الموضوع اللي داير واحد الضجة وداير حوله لكثير من اللغط في التعاليق. يعني شحال من مرة مني كنقرأ التعاليق كنصادف شي واحد من الأشقاء الموريطانيين وكذلك الجيران الشرقيين كتلقاه كاتب لك في التعليق أن المرابطين من أصل موريطاني وكيخرج عينيه من الفوق، يعني السيد متأكد وواثق من نفسه. لذلك قررت باش أنني نتكلم في هذا الموضوع وندير عليه واحد الحلقة مطولة باش أنني نجاوب على هاد الناس هادو بمصادر وأدلة مرئية ومسموعة غادي تأكد لنا واش المرابطين حقا جاو من موريطانيا ولا هما مغاربة أبا عن جد فقط توسعوا ناحية الجنوب وضموا بلاد شنقيط لمملكتهم. لكن قبل ما ندخل في الموضوع بغيت غير أنني نذكر بواحد المسألة وهي بخصوص المتابعين الجدد، يعني نسبة كبيرة من المتابعين اللي كيشاهدونا ومتبعينا مازال ما مشاركين في القناة. لذلك الله يجازيك بخير إلا كنتي من المعجبين بهذا المحتوى اللي كنقدمه، ما كرهناكش أنك تضغط على زر الاشتراك اللي غتلقاه أسفل هذا الفيديو، واحد البطونة اللي بالحمر ضغط عليها باش توصلك الحلقات الجديدة وكذلك الحلقات القديمة اللي كننشروا في القناة، وهكذا غادي تكون متبع معنا أكثر، يعني غادي تتبع معنا بالترتيب، غادي تتبع الحلقات بالترتيب وغادي يوصلك الجديد ديالنا مباشرة معي تحط في القناة. ونتمنوا أننا يعني يكون هادشي اللي كنقدمه كينال الإعجاب ديالكم وكتستفدوا منه. المهم دابا بلا ما نطولوا عليكم أكثر خليونا ندخلوا في الموضوع ويلا ونبدأوا على بركة الله. كلنا كنعرفوا أن الدولة المرابطية تأسست من خلال واحد الاتحاد قبائلي اللي كيجمع ما بين قبيلة لمطا وقبيلة مسوفة وقبيلة قدالة وقبيلة لمتونة، هاد الأخيرة اللي عليها العمدة لأنها هي الأهم، لأن منها غادي يخرج البطل الأمازيغي المغربي يوسف بن تشافين بطل معركة الزلاقة. وباش أننا نعرفوا أصل هاد القبائل اللي ذكرت لكم كلها غادي خصنا نعتمدوا على جغرافيين قدامى وضاربين في التاريخ بحال البكري مثلا في كتاب المسالك والممالك اللي عاش قبل ظهور الدولة المرابطية، وكذلك بحال الشريف الإدريسي في كتاب نزهة المشتق في اختراق الآفاق اللي عاش في أواخر الدولة المرابطية. ولذلك غادي نبداو مع الشريف الإدريسي اللي كيقول لنا في الكتاب دياله نزهة المشتق في اختراق الآفاق متحدثا على بلاد لمتونة يقول: فأما بلاد نول الأقصى وتزكواخت فهي بلاد لمتونة الصحراء، ولمتونة قبيل من صنهاجة، وصنهاجة ولمطة أخوان. إذن هنا الإدريسي كيعطينا جوج ديال المواقع وهما بلاد نول وبلاد تزكواخت اللي كيقول لنا عليهم أنهم في بلاد لمتونة الصحراء. إذن دابا قدامنا واحد المهمة اللي هي أننا نبحثوا على هاد جوج ديال المواقع في الخريطة اللي ومن خلالهم من خلال هاد المواقع اللي غادي نلقاوها غادي نعرفوا موطن قبيلة لمتونة مهد الدولة المرابطية، وغادي نعرفوا أيضا واش المرابطين مغاربة أو لا موريطانيين كما يدعي أشقاؤنا الموريطانيين من خلال تعاليق ديالهم اللي كيخليوها لنا في القناة. المهم نبداو البحث ديالنا على بركة الله ونبداو ببلاد نول اللي كيوصفها لنا الشريف الإدريسي في الكتاب ديالو نزهة المشتاق من خلال قوله: وليس لهم مدينة يأون إليها إلا مدينة نول لمطة، ومدينة أزوغي أيضا تابعة للمطة. إذن هنا الشريف الإدريسي متحدثا عن قبائل صنهاجة اللي هي مسوفة ولمطة وقدالة ولمتونة، كيقول لنا أنه في المجال ديالهم ما كانت عندهم تمدينة، يعني في ديك الصحراء كلها، من غير مدينة نول لمطة.
كما يقول في هذه الفقرة، وليس لهم مدينة يأون إليها إلا مدينة نور لمطة ومدينة أزوغي للمطة أيضا. وباش أننا نحدد موطن مدينة نور لمطة أو مدينة أزوغي، خسنا نتبع يعني نكملوا على الكلام ديال الإدريسي ونشوفوا شنو غادي يقول لنا فيما بعد هذه الفقرة. فمثلا هنا كيقول لنا: وأما مدينة أزوغي فإنها من بلاد مسوفة ولمطة، وهي أول مراقي الصحراء. ومراقي هي مرادف لكلمة قبيلة أو مدينة. يعني الإدريسي بغى يقول لكم أن مدينة أزوغي هي أول مدينة في الصحراء، يعني ابتداء من هذه المدينة اللي سميتها أزوغي غنكونوا بدينا في المجال الصحراوي وانتهينا من المجال الجبلي مثلا. وباش أننا نجبدوا هذه المدينة اللي هي أول مراقي الصحراء، يعني ابتداء منها غادي ندخلوا للصحراء، غادي غنحركوا عقلنا شوية ونحاولوا أننا نخمموا شكون هي المدينة اللي معروفة في المغرب إلى يومنا هذا باسم باب الصحراء. أوتوماتيكمو غادي نفكروا في مدينة قلميم. مدينة قلميم اللي هي أول مراقي الصحراء في بلاد المغرب الأقصى. لكن شنو الدليل ديالنا على أن قلميم هي فعلا المدينة المقصودة في هذه الفقرة والتي يقصد بها الشريف الإدريسي أول مراقي الصحراء؟ الجواب غنوجدوه في تتمة الحديث ديال الشريف الإدريسي اللي كيقول فيه: ومنها إلى سجيل ماسة 13 مرحلة. إذن باش أننا نتأكد 100% باللي مدينة أزوغي كانت في المجال المعروف اليوم بقلميم، أعطانا الشريف الإدريسي واحد دليل، واحد الساروت اللي غادي نفكو بها هاد اللغز هذا. وهذا الساروت كيتمثل في قول الإدريسي: ومنها إلى سجيل ماسة 13 مرحلة. والمرحلة عند الفقهاء المالكيين تساوي 44.520 كيلومتر. إذن إلا درنا عملية حسابية بسيطة وضربنا 44.500 في 13 غتعطينا 578 كيلومتر. وإلا مشينا نطبقوا هاد القاعدة في الواقع ونعبروا المسافة اللي كاينة ما بين سجيل ماسة ومدينة قلميم، غنوجدوا النتيجة هي 585.09 كيلومتر. يعني المسافة قريبة وقريبة بزاف من الخارج اللي توصلنا به من العملية اللي درنا واللي حسبنا فيها 13 المرحلة بالتدقيق وعطتنا 578 كيلومتر. ومن هنا استنتج أن مدينة أزوغي كانت تتواجد في هذا المجال القريب من المكان اللي كتواجد فيه مدينة قلميم اليوم. وربما مدينة أزوغي هي مدينة قلميم أو هي مدينة أسرير أو هي مدينة بويزكار، لكن الأقرب للحقيقة هي أن مدينة أزوغي كانت في المجال أو بنيت على أنقاضها مدينة أسرير. وهنا إلا سمحتوا بغيت نتقدم بواحد السؤال للموريطاني، بغيت نسولهم منين جابوا ديك أزوغي اللي عندهم في شمال موريطانيا، شكون اللي أسسها وشكون اللي كذب عليكم وقال لكم أن مدينة أزوغي التي تتواجد في شمال موريطانيا هي أزوغي ديال المرابطين؟ ونفترض واسيدي أن أزوغي اللي عندكم تما هي أزوغي ديال المرابطين، علاش المسافة اللي أعطانا الشريف الإدريسي لا تنطبق مع أزوغي التي توجد في شمال موريطانيا؟ ورجوعا للموضوع ديالنا وتال هاد النقطة اللي احنا فيها كنكون وصلنا لموطن قبيلة مسوفة ولمطة، حيث أن الإدريسي كيحدد لنا الموطن ديالهم من خلال قوله: وأما مدينة أزوغي. مدينة أزوغي اللي وصلتنا الأبحاث اللي درنا إلى أن الموقع ديالها يتواجد في المجال اللي فيه قلميم اليوم. المهم نكملوا على الكلام ديال الإدريسي اللي كيقول: وأما مدينة أزوغي فإنها من بلاد مسوفة ولمطة، وهي أول مراقي الصحراء. يعني أن قبيلة لمطة وقبيلة مسوفة اللواتي يعتبرن ضمن الاتحاد القبائلي المكون للدولة المرابطية كانتا في المجال المعروف اليوم بقلميم ودنون، يعني كانوا على نهر ودنون، ما يعني أنهما قبيلتان مغربيتان. وبما أننا تأكدنا
من مغربية هاد الزوج ديال القبائل اللي لعبوا دور كبير في تاريخ الدورة المرابطية. خليونا دابا نبحثوا على موطن قبيلة لمتون الصحراء اللي كيقول عليها الإدريسي: فأما بلاد نول الأقصى وتزكواخت فهي بلاد لمتون الصحراء. ومن خلال هاد الفقرة كنوجدوا جوج ديال الأماكن، وهما بلاد نول الأقصى اللي هو نفس نول لمطة اللي حددنا الموقع ديالو في نواحي مدينة قلميم. دابا أراكليا بحثوا على ديك تزكواخت اللي دولنا عليها الإدريسي وقال لنا أنها تعتبر بلاد لمتون الصحراء. وأظن أن الناس ديال سوس والناس اللي كيتحدثوا بالشلحة غادي يسهل عليهم أنهم يعرفوا هذه البلاصة بدون مصادر، لأنهم فقط إلى داروا ترجمة لتزكواخت من الأمازيغية السوسية إلى العربية غادي يعرفوا هذا المكان اللي كيقصد لنا الإدريسي. مهم باش أننا نعرفو فين جات تزكواخت غنمشيو الكتاب مع علامات المغرب اللي كنوجدو فيها هاد الفقرة اللي قدامكم دابا، واللي كتقول: تزكواخت معناها الحمراء بلغة إزناغن. إزناغن هما صنهاجة، وهو ما يؤكده ابن سعيد الإدريسي خلال القرن السادس 12 ميلادي حين يشيران إلى أن التسمية تطلق على ما يترجم حاليا بالساقية الحمراء. إذن الإخوان اسم تزكواخت كان المرابطين والموحدين كيسميوها على ما وراء نهر واد نون الذي يفصل نور لمطة عن تزكواخت، راه هو المجال المعروف اليوم بالساقية الحمراء. ما يزيد في تأكيد هذا الخبر هو أبو عبيد الله البكري في كتاب المسالك والممالك اللي كيسمي لنا موطن لمتونة ويقول: من وادي ضرعة خمس مراحل إلى وادي ترقى وهو أول الصحراء. وهو ماذا؟ وهو أول الصحراء. إذن موطن لمتونة هو من قلميم إلى الساقية الحمراء، والدليل ها هو قدامكم الإدريسي كيقول لنا: فأما بلاد نون أقصى وتزكواخت فهي بلاد لمتون الصحراء. والبكري كيزيد يكمل على هاد المعلومة وكيقول: من وادي ضرعة خمس مراحل إلى وادي ترقى. ترقى هي ترجمة ديال الساقية، يعني ترقى في الأمازيغية كتعني الساقية في العربية. وإلا درنا كذلك الترجمة لتزكواخت من الأمازيغية العربية غنلقاوها كتعني الحمراء، وإلا جمعنا هاد الكلمات بجوج غنلقاوها كتعني الساقية الحمراء. وتال هنا راه كنكونوا تعرفنا على ثلاثة ديال الحقائق، اللي هي أن قبائل لمطة ومسوفة هي قبائل مغربية، والدليل هو الجغرافي الشريف الإدريسي ليأكد لنا هذا الخبر من خلال قوله: ومن قبائل لمطة مسوفة، يعني أن قبيلة مسوفة ولمطة كانوا يستوطنان نفس الأراضي اللي هي المكان المعروف اليوم بجهة قلميم ودنون. أما الحقيقة الثانية هي اللي شفنا دابا شوية، وهي أن قبيلة لمتونة هي الأخرى كانت تستوطن الصحراء المغربية من قلميم إلى الساقية الحمراء. وكمعلومة إضافية خاصكم تعرفوها هي أن الفاصل اللي كان كيفصل ما بين قبيلة لمتونة وقبيلة لمطة وكذلك مسوفة هو نهر واد نون، كما يقول الشريف الإدريسي من خلال قوله: ومدينة نول مدينة كبيرة عامرة على نهر يأتي إليها من جهة المشرق وعليه قبائل لمتونة ولمطة. وفي ديك المنطقة اللي كما كتشاهدوا معايا في الصورة ما كاين حتى شي نهر من غير نهر واد نون اللي كما تشاهدون في الصورة جاي من المشرق وغادي للمغرب ودايز على قلميم، ونفس المواصفات اللي عطانا الشريف الإدريسي كتنطبق على هذا النهر هذا. إذن نستنتج أن مدينة نول لمطة سميت على أساس واد نول المعروف اليوم بوادي نون، وعليه ماذا؟ وعليه قبائل لمتونة ولمطة، يعني أن هذا الواد هذا في الجانب الشمالي دياله كانوا لمطة ومسوفة، والجانب الجنوبي كانت قبيلة لمتونة. وكمعلومة مهمة بغيتكم تعرفوها أصدقائي المتابعين هي أن لمطة ولمتونة هي نفس القبيلة، والدليل على هذا هو معنى هذا الاسمين
فمثلا الإدريسي كيقول عن سبب تسمية لمطة بهذا الاسم، يقول: وعليه قبائل المتونة ولمطة، وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمطية التي لا شيء أبدع منها ولا أصلب منها ظهرا. أيضا إلى مشينا عند ابن خلكان في كتاب وفاية الأعيان غنلقاو كيقول: فلما فرغ من كتابه قرأه على يوسف بن تشفين بلسانه فاستحسن، وقرن به يوسف بن تشفين درقا لمطية مما لا يكون إلا في بلاده، هذه النسبة إلى لمطة. أيضا إلى مشينا عند ابن حوقل في كتاب صورة الأرض تهو غنوجدو كيقول: من سجل ماسة إلى لمطة معدن الدرق اللمطية. إذن من خلال هذه المصادر كلها اللي اعتمدنا عليها في هذا البحث، نستنتج أن أصل تسمية قبيلة لمطة هو درع اللمط الذي كانوا يصنعونه من جلد حيوان لمط وكانوا يقاتلون به، وهذا نفسه ينطبق على اسم قبيلة المتونة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن قبيلة المتونة اللي هي مهد الدولة المرابطية راه كانت كتستوطن الأراضي اللي قبل من واد نون والأراضي اللي بعد من واد نون إلى غاية الساقية الحمراء كما جاءنا به الإدريسي وأبو عبيد الله البكري. وما يزيد في تأكيد خبر استوطان قبيلة المتونة لما قبل واد نون هو المؤرخ الألماني جوزيف أشباخ اللي كيقول لنا في كتاب انتصارات يوسف بن تشفين بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين: كانت قبيلته تسكن المنطقة الممتدة من واد نون إلى رأس مقدور إلى مدينة أزوغي شرقا، وكانت المناطق الشمالية مقرا لبني ورطنطاق حول المدينة المذكورة، وقد يكون يوسف ولد في تلك المنطقة وعرفت قبيلته بالسيادة وبسطت سيطرتها على سنهاجة. إذن هذا المصدر رمى خلالنا مازال ما يتقال، وزاد كمل لنا على الأطروحة ديال الشريف الإدريسي وكذلك ديال المؤرخ أبو عبيد الله البكري وكذلك ابن خلكان وأخيرا ابن حوقل، لكلهم وصلونا لواحد الحقيقة اللي هي أن المرابطين مغاربة، والدليل ها هو شفتوه قدامكم أنتم اللي تحكموا، أنا ما نقول والو، أنتم اللي غتحكموا. الإدريسي كيحدد لنا مسوفة ولمطة فيما قبل واد نون، والبكري وابن خلكان وابن حوقل زادوا وضحوا لنا أكثر وقالوا لنا أن لمتونة هي نفسها لمطة، والدليل هو اللي شفنا معكم في هذه الحلقة على يد مؤرخين ضاربين في التاريخ بحال الشريف الإدريسي مثلا اللي عاش بين سنوات 1100 و1166 للميلاد، أي أنه عاش في أواخر الدولة المرابطية نفسها. أيضا استدلينا بابن خلكان اللي هو يعتبر مصدر قديم بكونه عاش بين سنوات 1211 و1282 للميلاد، وأخيرا استدلينا بابن حوقل اللي كيتعتبر واحد من أقدم المؤرخين في التاريخ الإسلامي بكونه عاش بين سنوات 943 و988 للميلاد. أيضا استدلينا بأبو عبيد الله البكري الغني عن التعريف اللي هو من بين المصادر القديمة في التاريخ الإسلامي واللي عاش قبل الدولة المرابطية بسنوات، يعني عاش بين سنوات 1014 و1094 للميلاد، وهذه المصادر كلها رها عاشت قبل وفي عهد المرابطين، وكلهم حددوا لنا موطن قبيلة المتونة قبل ما يأسسوا الدولة ديالهم أو الإمبراطورية ديالهم التي كانت تضم الأندلس وشنقيط ومالي والسنغال إلى غاية إفريقيا الوسطى. وفي الأخير ما ننسوش المؤرخ الألماني جوزيف أشباخ اللي عاش بين سنوات 1801 إلى 1882 للميلاد، اللي جاء وكمل على الحقائق اللي ما كيعرفها إلا القليل والقليل، واللي هي كما شفنا معكم موطن يوسف بن تشفين اللي حددوا لنا مؤرخين قدامى وضاربين في التاريخ قبل وادي نون. وجاء الألماني جوزيف أشباخ وزاد أكد لنا هذا الخبر بقوله: كانت قبيلته
تسكن المنطقة الممتدة من وادي نون إلى رأس موغادور إلى مدينة أزوغي شرقا، أي أنه حدد لنا المجال اللي كانت كتستوطن قبيلة المتونة في رأس موغادور إلى غاية واد نون. ورأس موغادور هو مدينة الصويرة حيث تتواجد قبائل حاحة التي تتكلم بلغة المصامدة بلغة سوس. إذن جوزيف أشباخ كما قلنا كيحدد لنا موطن يوسف بن تشفين من الصويرة شمالا إلى غاية واد نون جنوبا حيث تتواجد مدينة زوغي اللي شفناها معكم وحددناها معكم من خلال بحث معمق. أما بخصوص قبيلة قدالة اللي تهي كتعتبر من قبائل إزناغن أو زناغا أو صنهاجة كما جاءت عند المؤرخين، فالموطن ديال قبيلة قدالة سهل أننا نحددوه، خصوصا وأننا دابا كنعرفو موطن قبيلة لمتونة اللي منه غادي نطلقوا باش أننا نحددو لكم موطن قبيلة قدالة اللي كيقول لنا عليه أبو عبيد الله البكري في الكتاب ديالو المسالك والممالك: وخل فبني لمتونة قبيلة من صنهاجة تسمى بني قدالة، وهم يجاورون البحر وليس بينهم وبينه أحد. وبما أن الشريف الإدريسي اللي عاش في أواخر الدولة المرابطية بما أنه حدد لنا موطن لمتونة في الساقية الحمراء المغربية من خلال قوله: فأما بلاد نول الأقصى وتزكوغت فهي بلاد لمتونة الصحراء، فمن خلال هذا الكلام هذا غادي نطبق كلام البكري وغادي نحددوا موطن قبيلة قدالة في سواحل الساقية الحمراء المغربية المعروفة قديما بتزكواخت كما جاءت عند الإدريسي، وكذلك كانت معروفة بتارقة كما ذكرها أبو عبيد الله البكري اللي تعتبر أحد أقدم المؤرخين في العالم الإسلامي. وتارقة تزكواخت هي نطق باللسان الأمازيغي اللي يعني الساقية الحمراء، ومن هنا استنتج أن قبيلة بنو قدالة كانت تستوطن المجال الممتد من طرفايا إلى غاية القويرة بالصحراء المغربية. وبين قوسين قبيلة قدالة هي القبيلة اللي كينتمي لها الأمير يحيى بن إبراهيم القدالي اللي كان زار الحج وفي الطريق ديال رجوع ديالو جاب معاه الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية. وكما وعدتكم في الحلقة ديال اليوم غادي نسدو الطريق على من يدعي أن المرابطين ليسوا بمغاربة، وغادي نسدو الطريق أيضا على من يدعي أن المرابطين من موريتانيا بالأدلة والبراهين. من بين الأدلة اللي غنعتمد عليها اليوم وهو الجغرافي ابن سعيد المغربي اللي عاش بين سنوات 1214 إلى 1286 للميلاد، واللي كيعود لنا في الكتاب ديالو الجغرافيا القصة ديالو واحد الرحالة مغربي كانت سميته ابن فاطمة. هذا الأخير اللي كتشهد له الكتب التاريخية على أنه أول من اكتشف سواحل قارة إفريقيا بالكامل من شمالها إلى جنوبها قبل من البرتغالي فاسكو دي غاما. وبين قوسين خاصكم تعرفوا أن الرحالة ابن فاطمة عاش في المغرب في عهد الدولة المرابطية، والاسم ديالو شاهد على ذلك بحيث أن المرابطين كانوا كيسميوا الأبناء ديالهم عادة على الاسم ديال الأم ديالهم وليس الأب. وخير مثال هو ابن غانية وابن عائشة اللي هو في الأساس ابن يوسف بن تشفين. المهم رجوعا للقصة ديال هاد ابن فاطمة اللي عودها لنا ابن سعيد المغربي في الكتاب ديالو الجغرافيا، كيعود لنا فيها على واحد النهار كان خرج بواحد السفينة من مدينة نولانطا اللي هي المجال اللي كتواجد فيه اليوم مدينة قلميم، يعني السواحل ديال مدينة قلميم. كيقول لنا ابن فاطمة انه خرج من هاد المدينة هذه باش انه يستكشف مناطق جديدة في سواحل قارة افريقيا، الا انه بعد مرور شوية ديال الوقت غدا تجي واحد العاصفة اللي غدا تسبب للسفينة في تغيير الاتجاه ديالها ناحية واحد الجون، والجون هو بحال اللي قلنا بالدارجة ديالنا واحد تخيلة اللي جات في البر، يعني عندك اليابسة في اليمن ديالك واليسر ديالك، لكن يمكن للسفينة انها تدخل بين هاد اليابسة لان كيكون تما بحال المخرج ديال الواد او لواحد البحيرة اللي كيكون فيها المواقف، ولكن كيمكن للسفينة انها تدخل في هذا المكان هذا. وباش تفهموا اكثر نقدروا نضربوا مثال بقناة السويس في مصر، بحال هكا كان الجون اللي دخل ليه ابن فاطمة والناس اللي كانوا معه.
أنا غنقرأ عليكم هذه القصة بلسان ابن سعيد المغربي كما جاءت في الكتاب ديالو الجغرافيا. وذكر ابن فاطمة أنه ركب البحر المحيط مرة في نون لمطة فأخرم به المركب فوقع إلى ضباب وأقاصير وضل البحريون ولم يعلموا حيثهم حتى تركوا المركب الكبير وأخذوا زادا في القارب الصغير وصاروا يجرونه على الحشيش وطورا ينهضون بالمجاديف إلى أن انتهوا بعد مدة إلى قاع هذا الجون وعاينوا من التن فيه ومن كثرته ما تعجبوا منه وكذلك من الطيور البيض ولم ينتهوا إلى البر إلا وقد كاد الزاد يفرغ فلما انتهوا إلى تحت الجبل اللماع أشار عليهم برابرة قدالة ألا يقربوا الجبل ولم يعلموا سبب ذلك فأخذوا عنه شمالا حتى خرجوا عن حده. إذن دابا خليونا ناخذ كلام هذا الجغرافي ونطبقوه في الخريطة ديال المغرب باش نوصلوا لقبيلة كدالة أولا اللي من خلالها غادي نوصلوا لجبل لمتونة الذي يدعي الموريطانيين أنه يتواجد في موريطانيا. تبعوا معايا حتى الأخير راكم غتعرفوا الحقيقة اللي مخبينا عليكم بالتفاصيل. إذن ابن فاطمة كيقول لنا أنه انطلق من مدينة نون لمطة اللي حددها لنا الإدريسي في المجال المعروف اليوم بساحل مدينة قلميم كما شفنا معكم في الحلقة الأولى. إذن غادي نمشيو للخريطة وغنتبعوا هذا المسار اللي هو الساحل ديال الصحراء المغربية غنبقاو هابطين 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 حتى غنوصلوا لهاد البلاصة هادي بالضبط هاد البلاصة اللي كتعرف اليوم بمنتزه أخنفير أو لا عندها اسم آخر تعرف ببحيرة النعيلات. وهاد البلاصة هادي إلى أنكم انتبهتوا معايا غادي نتلقاو فيها جميع المواصفات اللي عطانا ابن فاطمة بحيث أن هاد البلاصة يمكن السفينة الكبيرة أنها تدخل ليه بحكم الوساعة ديال هاد المصب هذا ديال هاد البحيرة. وابتداء من هاد البلاصة اللي كتبان لكم هنا ضيقة هنا فين خلاو السفينة الكبيرة وهزوا القارب الصغير كما عود لنا ابن فاطمة من خلال قوله أنه ركب البحر المحيط مرة في نول لمطة فأخرم به المركب فوقع إلى ضباب وأقاصير وضل البحريون ولم يعلموا حيثهم حتى تركوا المركب الكبير وأخذوا زادا في القارب الصغير وصاروا يجرونه على الحشيش وطورا ينهضون بالمجاديف إلى أن انتهوا بعد مدة إلى قاع هذا الجون وعاينوا من التن فيه ومن كثرته ما تعجبوا منه وكذلك من الطيور البيض. إذن ابن فاطمة أعطانا وصف لهذه المنطقة اللي دخلوا لها بأنها مليئة بالأحاشيش يعني ذاك الربيع اللي كينبت في الماء. وهذا الفيديو اللي قدامكم دابا راه كيرجع لمنطقة أخنفير وإلى أنكم ركزتوا غادي يبان لكم أن نفس الوصف اللي أعطانا ابن فاطمة بخصوص الأحاشيش ها هو كتشاهدوا قدامكم دابا في هذا الفيديو. دابا ندوزو الوصف الثاني اللي أعطانا ابن فاطمة ونشوفوا واش حتى هو كينطبق على هذه البحيرة هذه أو لا. وهذا الوصف هذا هو كثرة سمك التون وكذلك الطيور البيض كما جاء به ابن فاطمة في هذه الفقرة اللي قدامكم اللي كيقول فيها وعاينوا من التون فيه ومن كثرته ما تعجبوا منه وكذلك من الطيور البيض. باش نأكد كلام ابن فاطمة في هذه الفقرة غادي نخليكم تشاهدوا واحد الروبورتاج للقناة الثانية المغربية اللي كانت زارت بحيرة أخنفير وسمعوا مزيان شنو غادي يتقال من طرف سكان هذه المنطقة عن بحيرة أخنفير. بحيرة عيلة بأخفنير ذراع بحري بطول 20 كيلومترا سكنها لا يبدده سوى أزيز محركات قوارب الصيد التقليدية. لم يكن منسوب البحيرة في الماضي متراجعا وكان بها قدر كاف من الأسماك ولم يكن على محمد سوى أن يلقي بشباكه أو بسنارته ليصطاد أنواعا مختلفة من الأسماك. كل ذلك أصبح الآن من ماض تصعب مقارنته مع حاضر تدهورت فيه أحوال البحيرة بسبب الرمال التي أغلقت إلى حد كبير منفذها البحري. الستينات وانا عايش في هذه المنطقة هذه المنطقة سيدي كان كيدخلها الماء من هنا كان فندو كانت يا سيدي هذه المساحة كاملة بحر كان الحوت يدخل كسير كيدخل كوربينا كيدخل امون كيدخل بوشو كيدخل الحوت على الجهد
من الثمانين دار هذا الشيء ديال هذا ديال لي زويتر وتسدت لنا هذه البلاصه هذه من 85 86 87 مات لي دخل حوت دروك عاد بقات 200 متر اللي كاينه دروك هنا هي اللي كاينه كيدوز معها الماء الحوت كيدوز قليل. إذن سمعتوا الإخوان هذا السيد هذا هو صياد كيعيش في ديك المنطقة وكيعرفها منذ الثمانينات من القرن الماضي. قال لكم أن هذه المنطقة كانت كتعرف عدد كبير من أنواع السمك وهو تماما ما وصفه لنا ابن فاطمة في كتاب الجغرافيا قبل مئات السنين. المهم غادي ندوزو للدليل رقم جوج اللي حتى هو روبورتاج من القناة الثانية المغربية واللي كيتكلموا فيه عن طيور البيض كما وصفها ابن فاطمة. صورة طبيعية خلابة تتماهى فيها كتبان الرمل مع مياه بحيرة النعيلة التي تعد ثانية أكبر بحيرة بشمال إفريقيا تمتد على 5600 هكتار تحتضن أزيد من 100 نوع من الطيور. هي القلب النابض للمنتزه الوطني لخنيفيس. أولا تم إنشاء بعض مراكز مراقبة الطيور وكذلك القيام بعديد من الحملات التحسيسية والتوعوية مع جمعية المجتمع المدني وكذلك توعية الصيادين الموجودين بالمنطقة من أجل توجيههم إلى الصيد السياحي. النعيلة عبارة عن ذراع بحري بطول 20 كيلومترا يخترق كتبان الرمل تتوالد فيها العديد من الحيوانات البحرية وكذا البرية. إذن كما تبعتوا معايا وكما سمعتوا هاد الجوج ديال المقاطع اللي سمعنا ليها دابا ما خلات لينا مازال ما يتقال لأنها زادت أكدت لينا على أن الجون اللي دخل له ابن فاطمة ولقى فيه بني قدالة هو بحيرة أخنفير المتواجدة بالقرب من مدينة طرفاية المغربية وهذا دليل يؤكد صحة قول أبو عبيد الله البكري اللي قال لنا في الكتاب ديالو المسالك والممالك وخلف بني لمتون قبيلة من صنهاجة تسمى بني كدالة وهم يجاورون البحر وليس بينهم وبينه أحد. ورجوعا للتتمة ديال القصة اللي جنبها ابن فاطمة حول توجههم ناحية الجبل اللماع كنوجدوه كيقول فلما انتهوا إلى تحت الجبل اللماع أشار عليهم برابرة قدالة ألا يقربوا الجبل ولم يعلموا سبب ذلك فأخذوا عنه شمالا حتى خرجوا عن حده ولما خرجوا إلى الساحل لم يفهموا كلام قدالة حتى جاء شخص كان يفهم الكلامين فسألهم عن ضلالهم فأخبروه وسألهم أهل المركب عن تحذيرهم إياهم من الجبل اللماع فقالوا كله حياة مهلكة قاتلة يراه الغريب لماعا من الحجارة المليحة الألوان فينخدع حتى يقرب منه فتهلكه تعابينه فبشرهم بالسلامة وابتاعوا منهم المركب. بمعنى أن ابن فاطمة والناس اللي كانوا معاه خرجوا من ذاك الجون بان لهم قدامهم واحد الجبل اللي سميته الجبل اللماع وهذا الجبل هذا اللي ربما كان كيبان من مكان بعيد بسبب ذوك المعادن اللي كانوا فيه لكن الناس ديال قدالة اللي كانوا كيعيشوا في الساحل على البحر غادي يقولوا لهم ما تمشيوش ناحية ذاك الجبل راه ذاك الجبل خطير عليكم لكن هما ما فهموش الهضرة ديال القداليين لأنهم كانوا أمازيغ وكانوا يتكلمون بالأمازيغية لهذا غادي يجي واحد السيد من قبيلة قدالة اللي كان كيعرف اللغتين العربية والأمازيغية وقال لهم باللي لمشيتوا لذاك الجبل راه غادي تلقاو فيه الأفاعي بزاف بواحد شكل كتير اللي ممكن تسبب في الوفاة ديالكم لكن هذا الشيء كله ما كيهمناش واللي كيهمنا احنا بالخصوص هو قول ابن سعيد المغربي انهم توجهوا ناحية الجبل اللماع بمعنى ان في ذاك المجال كله ما كان فيه من غير جبل واحد وهذا الشيء اللي كينطبق على بحيرة النعيلات لان الا كنتم تبعين معايا غيبان لكم في هذه الصورة اللي من خريطة جوجل ان جنبات بحيرة النعيلات ما فيه تجبل في غير لوطا يعني ارض
المسطحه، لكن الا شفتوا معايا هنا بالضبط غادي يبان لكم هذا الجبل هذا اللي كتطبق عليه جميع المواصفات اللي عطانا ابن فاطمه، بحيث انه من خلال وقوفك في البحيره ديال النعيلات ما غادي يبان لك قدامك الا جبل واحد اللي هو هذا الجبل الكبير اللي كتشوفوه معايا في الخريطه، وهذا هو الجبل اللماع اللي كيقول لنا عليه ابن فاطمه. انا غادي نختصر عليكم هذه المقاله باش ما نطولوش الفيديو اكثر، وهنا بالخصوص بغيتكم تتبعوا معايا مزيان لان هذه الفقره هي اهم مصدر في الحلقه ديال اليوم اللي غادي توصلنا لموطن قبيله لمجونه، وسمعوا معايا مزيان وحضروا معايا عقلكم الله يرضي عليكم. يقول ابن فاطمة: وبلادهم على ما هي عليه من الصحراء والرمال، قد حسن فيها قصب السكر بسبب الأنهار الخمسة التي تنزل من الجبل اللماع، وقد ذكرها بطليموس. إذن هذا أول وصف، وهو أن الجبل اللماع مراه كينين خمسة أودية، خمسة أنهار عفواً. المهم نكملوا على القول ديال ابن فاطمة اللي كيقول: ويتصل من هذا الجزء بجبل اللماع جبل لمتونة الذي كانت فيه سلطنة الملتمين. إذن هذا هو الوصف رقم 2، وركزوا معايا الله يرضي عليكم. ثم يضيف: ويمر مشرقا آخذا للشمال، هذا هو الوصف رقم 3، وفي غربه قاعدتهم أزوغي، وهذا هو الوصف رقم 4، ومنها يدخل إلى صحراء اللم التي بين هذه البلاد وبلاد السودان. وقد ذكر البكري أن هذه المدينة في الجبل وهي حصن ولها نخيل، ومن هذا الحيوان اللمط تعمل درق اللمط الحصينة وتذبغ في مدينة جوجدم، وهم يقتاتون بلين النوق، وهذه المدينة في شمال أزوغي وغربها وبينهما 8 أيام، وهي لمسوفة المسلمين، وجبلهم في شرقها متصل بالجبل اللماع الذي يأخذ إلى الشمال حتى يتصل بجبل جزولة، وهذا الجبل طويل من البحر المحيط، وفي جنوبه قاعدة جزولة وهي مدينة تغوست، وفي غربها مدينة لمطة. ودابا أجيو نبحثو على جبل لمتونة في الخريطة انطلاقا من هاد الأوصاف اللي جنى بها الجغرافي ابن فاطمة. غنبداو بالقول ديالو: وبلادهم على ما هي عليه من الصحراء والرمال، قد حسن فيها قصب السكر بسبب ماذا؟ بسبب الأنهار الخمسة التي تنزل من الجبل اللماع. إذن ابن فاطمة أول وصف عطاه لنا وهو خمسة أنهار تنزل من الجبل اللماع. إذن نمشيو للخريطة ونشوفوا بجانب المكان اللي حددنا فيه الجبل اللماع واش كاينين تماك خمسة أنهار أو لا. لا هانتوما سيدي تبعوا معايا وشوفوا مزيان داكشي بالمباشر باش ما تقولوش أننا راه كنغشوا. هذا هو الجبل اللماع، شوفوا لي وراه مباشرة هنا بالضبط شنو كاين. حسب معايا هاد الأنهار هذه اللي كتواجد وراء الجبل اللماع، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة. إذن خمسة أنهار كتنزل من الجبل اللماع، ها هي لقيناها. زيد سيدي شنو هو الوصف رقم 2؟ الوصف رقم 2 اللي جنى به ابن فاطمة كيقول: ويتصل هذا الجزء بجبل اللماع جبل لمتونة الذي كانت فيه سلطنة الملتمين، ويمر ماذا؟ ويمر مشرقا آخذا للشمال. غادي نرجعوا سيدي للخريطة ونشوفوا جبل لمتونة اللي غادي مشرقا ناحية الشمال، واش كاين في ذاك المجال اللي حددنا فيه الجبل اللماع أو لا. ها انتم ابتداء من الجبل اللماع غادي نمشيو شمالا وغنوجدوا اتصال الجبل اللماع بجبل لمتونة الذي يمر مشرقا كما جاء به ابن فاطمة، لكي يضيف لنا معلومة أخرى كتقول: وفي غربه قاعدتهم أزوغي. تبع معايا الله يرضي عليك، أنا غنعاود نقرأ عليك وصف ابن فاطمة، لكن أولا ها هو الجبل جبل لمتونة، شوف لي كيف غادي مشرقا، شوف متصل بالجبل اللماع وغادي مشرقا، شوف غادي مشرقا
وفي غربه ماذا؟ وفي غربه قاعدتهم أزوغي، وفي غربه ها هي شوف لي شنو كاين في غرب جبل لمتون، مدينة لمطة اللي حددنا الموقع ديالها في الحلقة الماضية من خلال اعتمادنا على الجغرافي الشريف الإدريسي في الكتاب ديالو نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. إذن نفس الوصف اللي اعطانا ابن فاطمة ها هو طبقناه بالحرف وخرج لنا موطن لمتونة في الصحراء المغربية كما حدد لنا الشريف الإدريسي وكما حدد لنا أبو عبيد الله البكري هذا الخبر من قبل، يعني كما شفنا معكم في الجزء الأول. وكآخر معلومة غادي نشاركها معكم هي قول ابن فاطمة متحدثا عن مدينة قوقدم، وهي لمسوف المسلمين وجبلهم في شرقها متصل بالجبل اللماع الذي يأخذ إلى الشمال حتى يتصل بجبل جزولة، وهذا الجبل طويل من البحر، وفي جنوبه قاعدة جزولة وهي مدينة تاغوست. وجبل جزولة هو المعروف اليوم بالأطلس الكبير أو بالأمازيغ هي يعرف عن الناس ديال المنطقة بأدرار درن، اللي كيقول لنا عليه ابن فاطمة أن في جنوبه قاعدة جزولة اللي كتوجد عليها قبيلة مسوفة كما كيقول لنا ابن فاطمة، وهاد مدينة تاغوست هي دليل قاطع على صحة هذا الوصف وهذا المصدر اللي قدمنا لكم اليوم، بحيث أنها وكما جاء به ابن فاطمة في الكتاب ديالو الجغرافي، وهذا الجبل طويل من البحر وفي جنوبه قاعدة جزولة وهي مدينة تاغوست. وهذا مدينة تاغوست هي موجودة إلى يومنا هذا، وهي شاهدة على أن المرابطين من أصل مغربي. ومدينة تاغوست هاي في الخريطة غتلقى واحدة قول مين بالضبط بضع كيلومترات وغتوصل المدينة تاغوست التي ما تزال تحافظ على اسمها، هاي أمامكم في الصورة. إذا نرى كل شيء واضح، المرابطين مغاربة بالأدلة والبراهين، واللي عنده باش يرد علينا يتفضل، احنا موجودين. وأتحداكم أنكم تجيبوا لي ولو دليل واحد اللي كيأكد موطن قبيلة لمتونة في بلاد شنقيط. أتحداكم جيبوا لي ولو دليل واحد أو مصدر قديم واحد. وكمعلومة أخيرة، هذه الصورة اللي قدامكم دابا هي صورة حقيقية لجبل لمتونة في المكان اللي كيتسمى اليوم بالمسيد في الصحراء المغربية. وهذه الصورة أيضا اللي قدامكم الآن هي نتيجة تحليل اللي قدمنا لكم اليوم كاملا، واللي خرجنا فيه في النهاية بموطن قبيلة لمتونة في الصحراء المغربية كما قال أبو عبيد الله البكري والشريف الإدريسي من خلال قولهما: فأما بلاد نون الأقصى وتزكو فهي بلاد لمتونة الصحراء وجبل لمتونة، كما تبعتوا معنا من خلال البحث اللي درنا ومن خلال الوصف ديال ابن فاطمة، لقيناه في الساقية الحمراء المغربية حيث تتواجد مدينة سمارة اليوم. هنا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كنطلب منكم غير البارتاج باش نوصلوا تاريخ ديالنا للناس وحدين اخرين اللي عندهم رغبة في التعرف على التاريخ المغربي الموري القديم. وبالبارتاج ديالكم غادي يوصل الفيديو لبزاف ديال الناس، وغتكون خديتي اجر ديال انك شاركتي واحد المعلومه مع واحد الشخص اللي ربما غادي يكون طالب علم عنده بحث في هذا الموضوع هذا. المهم ما نطولش عليكم، ما تنسوش تدعمونا بواحد لايك باش نعرفوا شحال من واحد عجباتو هذه الحلقه هذه وكذلك هذا المحتوى اللي كنقدمه. ولا كيبان لكم ان هذا الفيديو يستحق بطائق شكر، غادي نكونوا ممتنين لكم، بل راه غتكونوا ساهمتوا في دعم محتوى ديال ولاد بلادكم اللي خدامين في نشر الحقائق وطمس كل اكاذيب بخصوص تاريخنا العظيم. اللي عنده شي تساؤل يخليه لنا كالعاده في التعاليق، راه ان شاء الله غادي نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم. كما انني ادعوكم الى الانضمام الينا بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى اللي هي قدامكم دابا: فيسبوك، واتساب، تيك توك، منصه اكس، انستغرام. جميع الروابط غادي تلقاوها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. الا كنتي مهتم بتاريخ المغرب تقدر تعجبك هذه الحلقه اللي